لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. زوجة أبو جبل ترد على تصريحات حارس الزمالك بشأن الانفصال: أنا جزائرية حرة. ردت الجزائرية الأميرة سمارة يحيى على تصريحات محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، والذي رد بطريقة غامضة عن سؤاله حول إذا ما كان متزوج أم لا، وذلك خلال تواجده في برنامج معكم منى الشاذلي. وردت الأميرة سمارة يحيى بتصريحات نارية قائلة عبر خاصية ستوري بصفحتها الشخصية على موقع انستغرام، وقالت انها كانت تعتقد انه اذكى بكثير. فتح ابو جبل التكهنات حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الاميرة سمارة يحيى، حيث قام بالغاء متابعتها على موقع انستغرام. وقال ابو جبل على قناة سي بي سي ان العلاقة بينه وبين زوجته فيها بعض المشاكل، علما ان تقرير تحدثت عن انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى. وسألت منى الشاذلي الحارس أبو جبل عن حالته الاجتماعية، وقال أنه يعني بعدين أقول لي فيها مشاكل كثير. وردت الأميرة سمارة يحيى قائلة الآتي: منذ فترة أغلقت على الموضوع وكظمت غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح ترن، وثالثا احتراما لكلا العائلتين. لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة. لم تعد توجد قناة أو صحيفة لم تتواصل معي للحصول على تعليق، اخترت السكوت لأن البيوت أسرار. الحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية كي لا أتكلم عن الموضوع حتى ينتهي بالطريقة التي يرى الله فيها أن فيها الخير لنا، لكن بما أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأزاني أنا ومن يحبونني، فأود أن أطلب منكم شيء فضلا وليس أمرا، وأنا أختكم، أن يغلق الموضوع اليوم وأن نترك الخلق للخالق. هناك الكثير من الكلام في خاطري ردا على التصريحات والإشاعات الكاذبة للناس اللي استغلت الموقف وأذتني، لكن سيأتي التوقيت المناسب للتكلم. ضعوا في بالكم أنني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح. الحمد لله الكثير من الأشخاص تخلوا عني، لا فرح يدوم ولا حزن يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقبل أسابيع أثار محمد أبو جبل الجدل والشائعات حول انفصاله عن زوجته الأميرة سمارة يحيى، وقد أقدم أبو جبل على خطوة وصفها بعض المتابعين بأنها جاءت بعد انفصال الطرفين، حيث قام حارس الزمالك بإلغاء متابعة زوجته على موقع تبادل الصور انستغرام. ولم يكتفي أبو جبل بتلك الخطوة، بل قام بحذف صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري، حيث كان يهنئها بقدوم عيد الفطر وكتب عليها عيد سعيد وكل عام وانت عيدي، لترد قائلة: العزيز للغالي ديالي وكل يوم وانت عيدي. وعلى الفور قامت زوجة أبو جبل بإلغاء متابعة حارس الزمالك على انستغرام، وقامت بحذف الصور الخاصة بهما، ولم يصدر أي تصريح رسمي من أبو جبل أو زوجته حول حقيقة الأمر ما أثار الجدل والشائعات حول انفصالهما. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.